سلام البنات، معكم ام زكريا. في هذا الفيديو هذا تحت طلب الاخوات غادي نشوفوا الجديد ديال الحوايج في بريمارك. كيف كتشوفوا هاد لي فيست اللي ولاو يعني دارجين على الموضه مؤخرا. هذا التوب ديالهم خفيف يعني داك لولا بالنسبه تلبس في الصيف، هذا طويله كيف كتشوفوا. بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا اللبس طويل، هذه ب 25 البنات، ما ناقصينش منها. حق مزيونه الشكل ديالها في هذا اللوين مع شي لبسه في البيض، تجي رائعه جدا غزاله. هذا البنات قوي ميجان 13 اورو، فيها السنسله بهذا الشكل، والتوب بارد البنات، الكميمات جوعرات طايحين، عندها هذه ديك اللي تيكون الكتف طايحين، جات في هذا الشكل هذا. كاين هذا الشكل هذا تما قوي ميجات 11 اورو. هادو ما طوالش بزاف، بحق يتلبسوا مع دوك السراول العراض كيجيو طايحين، ماشي طوال بالحق مع دوك كيكونوا عراض ما كتجيش اللبسه يعني مزيره، كيجيو زوينين في اللبسه. كميمات في هذا الشكل هذا 11 اورو. الستيل ديالها مزيون، هذا هو اللي ولا دابا. هاد الموديل تا هو عاد جابوه 15 اورو، كميمات في هاد الشكل، هادي مع شي صاية تجي فنة، والشكل ديالها بحال هكا الحزام، وفيها هاد السيورة هكا، التوب ديالها باردة البنات، تويب بارد، 15 اورو. كاين هاد الموديل هذا 15 اورو تا هما، هذا تا هو خارج يعني دارج بزاف على الموضة هاد الستيل، كميمات مقبوطين. كاين هذا الستيل هذا تا هو فيه الجويبات هكا والكمام كيتجمعوا. هذه ما عرفتش الثمن ديالها فين دايرينو. تا هما 15 اورو هادو، فيها هاد اللون هادو، هادي في الباج 15 اورو بحال الاولى اللي وريتكم. هذا هو هاد الموديل هذا، هادو هما اللون اللي فيها 15 اورو. كاين هادي في الكحل 13 اورو. الزيتية تا هي 13 اورو. هادو 13 اورو تا هما، هادو طوال طوال بزاف، هادو كميمات عندهم هكا وفيهم التصديفات. هادو اللوينات اللي في هاد القوامج، كاين هاد الشويبيه تا هي الشويبيه، هادي تا هي 13 اورو. هادي التوب باردة البنات، توبها خيط جات بهذا الشكل هذا، حتى هي الموديل ديالها غزال. هادي مع سروال بيض ولا سروال شيبي، اكثر بيض غيجي واعر، غيجي غزال، غتجي اللبسه قاتله البنات والله الا فنة القويميجه ومرحة، ماشي من هذوك مزيرين. بالنسبه اللي طاي ديالها 44، المهم راه فيها لي طاي. انا عجبني هاد التوب بارد كيشرب العرق، والفصاله ديالها غزاله، كميمات هانتوما عجبتني انا هاد الموديل هذا عجبني. كاين هادو فنين في المطر حتى هما، هادو طوال انا كيعجبوني القوامج اللي هكا تيكونوا عراض، تيجيو مريحين في اللبسه والكم كيتجمع وطايح. 13 اورو هانتوما، هادي حتى هي مع سريول كحل ولا ابيض، تجي لبسه واعره. هانتوما الشكيلات ديال القوامج، كاين بزاف من هاد الموديل هذا 15 اورو، والفصاله هانتوما كميمات طايحين وعريضه فيها العرض، والتوب خيط زوين الشكل ديالهم. كاين هادو 9 اورو، هادو ما طوالش بزاف، هادو بالنسبه اللي بغات تلبسو مع الصايات كيجيو زوينين. هادو هما الشكيلات اللي فيهم 9 اورو هادو.
ضم اللي فيهم. هذه طويله، هذه تايفه لوينات زوينين، 13 اورو 13 اورو. هذه طويله، كاينين قويم جات في الصراحه. ها انتم كاينين قوام صغير، اجي خذوهم انتم. هذه 13 اورو، هذه مع سريول في البلون كاسي، تجي لبسه واعره. الا درنا دابا هي فيها جوج تلوان، انا كنعطيكم غير فكره وصافي، ما نتفضلوش عليكم. دابا هي فيها الكرونا وفيها البلون كاسي، الا لبستو معها الكرونا غادي تجي اللبسه غالقه، يعني غتجي مغلوقه. من الاحسن تفتحوها بالبلون كاسي، غتجي لبسه رائعه جدا. وهاد الكساوي البنات دايرين 16 اورو، تلبسو معاهم بوليرو هكا طوال، زوينين. والتوب ديالهم خايط حتى هما، جاو بهذا الشكل. قوام جبيضين حتى هما، 13 اورو. كاين هاد السريولات 13 اورو حتى هما. هادو 11 اورو، فيهم هاد اللوين هذا، كاين هذا. وهادو مونو البنات 16 اورو، التوب ديالهم خيط، فيهم الحزيم هكا وعراض من التحت. هادو تما كيجيو زوينين في اللبسة. بالنسبة للأخوات اللي كيسولوني على الصايات، 16 أورو بحال هادي، تلبسي معاها البيج تجي غزالة. كاينة هادي تا هي 16 أورو، وهادو 12 أورو تسريولات. هادو 10 اورو كانوا ب 18، هادو 10 اورو. بما انهم الالوان خارجين على الموضه، بحال هذا غتلبسوا معاه اي لون في هاد اللون اللي فيه، غادي يجي رائع جدا. هادو 7 اورو البنات، هذا حتى هو تلبسي معاه البلون كاسي يجي غزال. هذا سبور مريح يعني في اللبسه، 7 اورو. اللوينات ديال السراول كانوا ب 14، داروا لهم 7. حتى هذا مزيون، هذا الغوز. كاين هذا الموديل، هذا داروا لي 10 اورو. هادو كانوا ب 16، داروا لهم 10 اورو. هادو 16 اورو البنات، هاد اللون راه خارج كاين بكثره يعني، 16 اورو. هادو 12، بنت كرش كل علنا. هذا 10 اورو البنات، كنبغيش نصور الناس، 10 اورو. التوب ديالهم خيط باردين هادو البنات، وعراض. المهم وريتكم القوامج والسراول، يعني الزقه من جا من هنا وسروال من هنا، وها اللبسه طالعه. كاين هذا ديال النمر 14 اورو، هذا تما 14 اورو، هذا تما اسبرو 10 اورو. فنين التوب ديالهم، بارد خيط عراض مريحين في اللبسه، 10 اورو. الاغلى على مسكين. السراول البنات كاع اللون اللي بغيتو كاينين، يعني هانتوما هادو فيهم بلوغوا، فيهم هاد السومو، كاع اللون كاينين. هانتوما كي كيجيو في اللبسه هاد العراض كيجيو بحال هكا، كيجيو زوينين. هادو 16 اورو السراول. بالنسبه كل واحد، انا كنبين لكم كاع الاذواق، كل واحد وذوقه، اللي غتعجبو شي حاجه غادي يشريها وبالصحة والراحة.
هادو 7 اورو، كانوا ب 16 7 اورو. صدقوني البنات هادو مريحين في اللبسه، مرتاحين. انتم هاد لافيست فنه 14 اورو، كميمات هكا كيتجمعوا طوال، زالين كيجيو هادو تما في اللبسه مع شي سريويل في هاد اللون هذا او البلونكاسي، حيت ماشي البيض هذا، البلونكاسي اللي فيها 14 اورو، كتجي غزاله في اللبس. والتوب ديالها بارد يعني يتعاشر في هذا الصيف. وهذه بحالها في السومو حتى هي 14 اورو، يعني السراول 7 اورو ولا 10 اورو، 17 اورو لبسه كامله، نو 20 24 سروال وهاد الجاكيطه هادي. انا غادي نوريكم مثلا هادي، غادي نلبسوها مع هذاك السروال اللي وريتكم، ماشي بحال بحال اللون ولكن ديغرادي ديالو. ها انتم هذه تجي مع هذا زوينه، الله يعين المولى الله ولا قولنا، ولا تلبس مع لبسه بيضه كلها تجي رائعه جدا، غزاله الشكل ديالها وخفيف الثوب. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم، لا نال الاعجاب ديالكم خليو لنا لايكات، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. وتسمحوا لي الاخوات اللي عطلت عليهم الفيديو، راه غير مع الوقت وصافي. مع السلامه عزيزاتي.